السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الحلقة الأولى بإذن الله. في هذه الحلقة سوف نتحدث عن عدة أمور. هناك إشكالية يقع في أو خطأ يقع في عديد من المصممين، وهو إذا كان هناك أو أي منتج مر بعدة مراحل. أول مرحلة هي الفكرة، ثاني مرحلة وهي التنفيذ هذه الفكرة. إذا في فكرة مميزة سيكون هناك منتج مميز، لكن بدون فكرة واهتمينا بطريقة تنفيذ هذه الفكرة فقط سنظل نهتم طرق التنفيذ بغض النظر عن إيجاد فكرة مميزة. هذه الحلقة ستكون عبارة عن نقاش ويتم إيضاح فيه خطأ يقع في عديد من المصممين. هذا الخطأ قد يؤدي إلى ضياع عدة شهور أو عدة سنين. هذه الخطأ هو الاهتمام فقط بطرق التنفيذ، اهتم بطرق تنفيذ المنتج معين، لأن أي منتج بيمر بعدة مراحل. أول مرحلة إيجاد فكرة مميزة، ثاني مرحلة وهي تنفيذ هذه الفكرة المميزة. لا تهتم فقط بطرق التنفيذ، إذن ابدأ بإيجاد فكرة مناسبة وطريقة التنفيذ سوف تأتي بعد ذلك. المثال الثاني، إذا كنت يكون من منشئ المحتوى، أكبر سبب يؤدي إلى تعطيلك هو عدم وجود أدوات متاحة. هذا ليس سبب بالنسبة كبيرة يؤدي إلى تعطيل هذا العمل. المثال الثاني هو إذا كنت كونتنت كريتور أو من منشئ المحتوى، ممكن شيء يعترضك أن تكون أداة غير متوفرة أو الأدوات المتاحة لا تؤدي الكواليتي المناسب. إذا كنت ستنتظر إلى توفر الأدوات فإذا لن يكون هناك أي منتج ولا أي محتوى. إذن خلصت الموضوع، قم بإنشاء فكرة مميزة، فكرة مناسبة بغض النظر عن توفر أدوات أو بغض النظر عن طريقة تنفيذ هذه الفكرة. سنختم هذه الحلقة بنصيحتين مهمتين للغاية. أول نصيحة وهو أولا، إذا كان هناك فكرة مميزة فقم بتدوين هذه الفكرة المميزة في نوت بحيث ممكن ترجع لها بعد فترة إذا كان هناك توفر أدوات مناسبة. لا تهتم بالتنفيذ بقدر إيجاد فكرة مميزة. ثالثا، وخطأ يقع فيه العديد من المصممين، وهذا الخطأ كنت أقع فيه من قبل، دائما وأبدا work قاعدة بتذكر work smarter not harder، بمعنى إذا كنت بتعمل على مشروع معين فيتم العمل بحيث توفير أكبر وقت أو أكبر قدر كافي من الوقت. practice as you can. ورابعا، لا تهتم بالجير، don't make notice to gear.